أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اللغة والأدب. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع السادس لوحدة فن الكاريكاتير، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. أهداف هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب: ذكر محتويات دروس الأسبوع السادس والتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة. في بداية هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى القاعدة النحوية بعنوان كان وأخواتها أو الأفعال الناقصة، وقد سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، أي لا تتم الفائدة بها والمرفوع بعدها، بل تحتاج مع المرفوع إلى المنصوب. في اللغة العربية هي أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. مثال على ذلك: كان خالد مريضا. من الأفعال الناقصة: أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، ما برح، من فك، ما زال، ما فتئ، ما دام، صار، وليس. وبعد الانتهاء يا عزيزي الطالب من القاعدة النحوية كان وأخواتها والإجابة عن الأسئلة الموجودة في كتاب المهارات اللغوية، وأيضا الإجابة عن ورقة العمل والعديد من الأنشطة، ننتقل عزيزي الطالب إلى المهارات الإملائية وبعنوان الألف التي تلفظ ولا تكتب. كلمات فيها ألف تنطق ولا تكتب: ألف المد الموجودة في أسماء الإشارة كهذا، هذه، هذان، هؤلاء، ذلك، كذلك، أولئك. إذن عزيزي الطالب هذه الكلمات نقوم بلفظ الألف ولكن لا نكتبها. ألف المد في الضمير المبدوء بهمزة مع هاء التنبيه: ها أنتم، ها أنتما. ألف المد في الله، الرحمن، إله، لكن، طه، التنوين. نون ساكنة تنطق ولا تكتب. ومن الخطأ كتابة أي من هذه الأحرف، مثل أن تكتب أولئك بألف، ها أنا بألف، ها أنتم بألف، الرحمن، إضافة الألف بعد الميم، على الرغم من نطق حرف الألف فيها. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف نستضيف رسام مشهور أردني عمر العبدالله. عمر العبدالله هو رسام كاريكاتير أردني، نال شهادة البكالوريوس بالتصميم الجرافيكي من جامعة العلوم التطبيقية في عمان عام 2001، وتدرب في الولايات المتحدة. بدأ مشواره الفني بالتصميم الجرافيكي، ثم انتقل إلى رسم الكاريكاتير، ويعمل اليوم في شركة خرابيش للإنتاج الفني، وينشر أعماله في موقع رسوم، وهو موقع مختص بنشر الكاريكاتير العربي السياسي، وهو صاحب الشخصية الكاريكاتيرية الأردنية عوض أبو شفا. شارك في عدة معارض محلية وعربية، فاز أيضا بعدة جوائز كان منها في تركيا وإيران، كما فاز عام 2012 بالجائزة الأولى ضمن مسابقة ربيع الكاريكاتير العربي الذي نظمته إذاعة هولندا العالمية على هامش معرض أيام الكاريكاتير العالمي الذي أقيم في مدينة هارلم الهولندية. ويشار بالذكر إلى أن الفنان عمر العبدالله هو ابن الضابط السابق في الجيش الأردني عدنان العبدالله. وهنالك العديد من الرسومات التي سوف نقوم بالاطلاع عليها عند استضافة عمر العبدالله، كما أنه سيقوم بتعليم طلبة الصف السادس كيفية الرسم الكاريكاتيري بطريقة بسيطة. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نقوم بكتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، لذلك عليك دائما مراجعة القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا والتي تم التطرق إليها في هذا الفصل أيضا. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي الطلبة، وإلى اللقاء
أحبائي طلاب اللغة والأدب.